الرئيس دايما لما بيجي يتكلم عن المشروعات الزراعيه دي، وكان بيتكلم عن مشروع مستقبل مصر، كان بيقول ايه؟ بيقول ان احنا لازم نعرف الناس الميه اللي جايه لري هذه الارض جايه منين. فحضرتك ذكرت انه في مياه جوفيه، هل عندنا محطات تحليه، محطات معالجه عشان تساعد في ري هذه المساحه الكبيره من الاراضي؟ وطبعا كلام سيادتك مظبوط، احنا بنعتمد على المياه الجوفيه، وبنعتمد ايضا على اكبر محطه تحليه في المنطقه اللي هي محطه تحليه معالجه مياه بحر البقر، وديت يعني محطه نموذجيه وعالميه بتوفر كميه كبيره لري منطقه هذه المنطقه ومستقبلها ان شاء الله تعالى باذن الله يعني للتوسعات الاخرى. وهذه المياه يعني بيتم معالجتها بطريقه معينه بحيث يعني بتكون حتى قريبه من يعني الساحه الزراعيه، صالحه للشرب كمان. واخد بال سيادتك؟ لان الهدف الاساسي ان احنا نعظم العائد من وحدتي الارض مياه الري في هذه المناطق، ونستخدم نظم الري الحديثه والاساليب الزراعيه الحديثه. طب يا فندم، الأسر اللي قدرت أنها تستفيد من يعني هذه المبادرات ومن فكرة زراعة هذه الأفدنة في سيناء، هل تم تدريبهم على استخدام الآلات الحديثة ولا إيه اللي حصل؟ تمام. هو طبعا في البداية احنا في زي ما قلت في 18 تجمع تنموي، واحنا عملنا ثلاث تجمعات زراعيه من خلالهم نوفر الالات الزراعيه لخدمه هذه الاراضي، وطبعا بنوفر لهم الارشادات يعني بنقول لهم التدريب والورش العمل، وبنقول لهم حقول ارشاديه بحيث نرفع مهارتهم ونرفع مستوى قدراتهم ونرفع قدراتهم بحيث ازاي يتعاملوا الناس اللي هم جايين من المحافظات اللي هي الدلتا. فطبعا يعني الزراعه في الدلتا غير الزراعه مختلفه طبعا، طبيعه التربه كمان مختلفه. سيادتك زي ما سيادتك قلت، طبيعه التربه وطبيعه المياه والظروف الجويه والمحاصيل اللي هناك، فبالتالي احنا بنعرف الساده المواطنين المنقولين الى هذه المناطق بالممارسات الزراعيه الجيده، وبنعمل لهم حقول ارشاديه وبنعمل لهم ندوات باستمرار بحيث نعرفهم على الاساليب الملائمه والحديثه لزراعه هذه الاراضي والحصول على اعلى انتاجيه واستخدام وترشيد استخدام مياه الري وتحقيق مستوى حياه كريمه لها. عظيم. ايه ابرز المحاصيل الزراعيه اللي بنستخدم فيها النظم الزراعيه الحديثه؟ هو طبعا زي ما سيادتك عارف يعني احنا في نسبه في منطقه سيناء يعني النظم الزراعيه الحديثه بتستخدم في جميع المحاصيل الزراعيه، لكن لو احنا بصينا لمنطقه سيناء العزيزه طبعا زي ما قلت سيادتك الزيتون، عشان برضك يبقى نعمل زيتون ويبقى زيتون زيت بحيث يبقى تقوم صناعات على يعني عصر الزيتون. طيب.